لهذه الدورة، فتتطلع إلى أن يرتقي مستوى العمل العربي المشترك إلى حجم التحديات غير التقليدية التي تواجهها المنطقة والدول العربية، وهي تحديات لابد من تضافر الجهود العربية لمواجهتها، سواء كانت في الإطار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، بما في ذلك مشكلات الأمن الغذائي وأمن الطاقة ومشكلات الإرهاب وغيرها. استهدفت قرارات المجلس الوزاري في دورته الراهنة كثير من تلك التحديات، وأكدت على المواقف العربية المشتركة، وشهدت الدورة توافقاً عربياً حول المواقف والقرارات المطروحة ذات الصلة، بما يمهد لبناء على ذلك من أجل توحيد الرؤى والقدرات العربية لمواجهة تلك التحديات، لا سيما مع تطلع الشعوب العربية إلى ما يمكن الجامعة العربية على الاطلاع بمسؤولياتها. شهدت الدورة تأكيداً من خلال قرارات وبيانات الوفود على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى الموقف العربي الثابت في الدفاع عن السلام العادل وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أود أتقدم بالتعزية في ضحايا الاقتحام الأخير لمخيم جنين، وأجدد الإدانة لهذه الاقتحامات وما تسفر عنه من ضحايا. اعتمد المجلس قراراً عن سد النهضة، وتم إدراجه كبند دائم على أجندة عمل الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، بما يعكس اتفاقاً عربياً حول حماية حقوق دول المصب، وتأكيداً على ضرورة تمتع إثيوبيا بالمرونة اللازمة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد. دفعت مصر بقرارات عن البيئة وتحدياتها، وكذلك عن الأمن السبراني، وتم إقرارها، وذلك في إطار تعزيز عمل الجامعة في هذه المجالات والنطاقات الجديدة. ستعمل مصر خلال الدورة على تعزيز عمل الجامعة مع الدول والمجموعات الجغرافية الأخرى، ومن ذلك اعتماد قرار بعقد اجتماع الوزاري العربي الأوروبي خلال شهر يونيو القادم. بالتأكيد أن هذه الدورة شهدت حوار وتشاور عميق فيما بين السادة معالي الوزراء وأعضاء الوفود، وأكدت مرة أخرى الاهتمام المشترك بمواصلة العمل من خلال بيت العرب الجامعة العربية. وأتوجه بجزيل الشكر لمعالي الأمين العام والأمانة على التحضير الجيد لعمل هذه الدورة، واللي كان له كل الأثر في يسر التعامل مع القضايا واتخاذ القرارات بشأنها. هل معالي الأمين العام يحب يضيف شيء؟ لو سيادة الرئيس يسمح لي أن أنا أشرح للإعلام السياق اللي ضر عليه أحداث اليوم لكي تحاطوا علماً. هو بدأ اليوم باللجنة الأولى المعنية بتركيا، وصدر عنها قرار وبيان. بيان هي بتملكه، القرار رفعوه للمجلس الوزاري ووفق عليه. أيضا اجتمعت لجنة إيران وصدر برضو عنها قرار وبيان باسمها، وبعدين لجنة القدس. ده السياق. بعد ذلك حدث اجتماع تشاوري استمر حوالي ساعة ونصف لنقاش مفتوح على كافة الموضوعات اللي مطروحة على الساحة الدولية أو ساحة الجامعة العربية، وكان حقيقة نقاش مفيد للغاية، لأنه الجامعة تبينت في موضوع الزلزال في سوريا وتركيا أن ليس لديها آلية مثل المنظمات الدولية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع، أخذا في الاعتبار أن الجامعة ليس لديها تاريخيا آلية للتعامل مع هذه
نكبات. أيضا طرح البعض ووافق الوزراء على ضرورة عدم إقحام مشكلات ثنائية بين الدول العربية على اجتماعات المجلس الوزاري، لأنه المجلس الوزاري سيجد نفسه في وضع غير قابل على التعامل مع هذه المسائل. وطرح أيضا موضوع ميزانية الجامعة العربية وضرورة تعزيز الميزانية لكي تستطيع الجامعة العربية أن تتفاعل مع الأوضاع الجديدة في والمتطورة في العالم. ده سياق اليوم، بالإضافة طبعا إلى ما تحدث عليه السيد الرئيس من الاجتماع الوزاري وإقرار القرارات كلها بدون استثناء. تفضل. مع الوزير، هل تعتقد ان هناك ضروره الان لايجاد اليه للتعاون مع حكومه اسرائيليه كما وصفت بانها الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل كله، خاصه وان هناك اجماع عربي على ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه المركزيه لكل العالم العربي؟ بالنسبه للمعالي الامين العام، سمعنا عن مبادره اردنيه يتم مناقشتها لإيجاد آلية للتعامل مع الأزمة السورية من منظور حتى إنساني أو عبر مراحل تؤدي في نهاية الأمر إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، هل هناك معلومات عن هذا الأمر؟ شكرا. سأذن لمعالي الأمين العام. فيما يتعلق بالسؤال الأول، الحقيقة ليس هناك آلية تعاون، إنما هناك آليات متعددة وجهود تبذل على مستوى العديد من الدول العربية وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدفع قدما بتسوية سياسية التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. كل الجهد اللي بيبذل في هذا الإطار هو جهد للحفاظ على حقوق المشروع للشعب الفلسطيني والعمل على إحتواء التصعيد والإجراءات الإحادية التي تنتقص من مسيرة السلام وتجعل من حل الدولتين حل غير قابل للتحقيق. فهذه الآليات وآخرها ربما كان اجتماع العقبة هو بغرض الدفع قدما بالمصالح الفلسطينية بمشاركة كاملة وتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهدف أوحد هو الدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. جاوب سيادة الرئيس. الموضوع سوريا حظي بنقاش أثناء الجلسة التشاورية، وبعض الدول الأعضاء تحدث بمواقف واضحة فيما يتعلق بالوضعية من سوريا. بصفة عامة أستطيع القول بقدر كبير جدا من الثقة أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة خريطة طريق أو وضوح رؤية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة. أفندم، هو الوزير الأردني تحدث في جلسة المشاورات عن مفاهيم الأردن ورغبته أن يكون هناك لجنة للتعامل مع الوضع السوري، وزي ما بقول لك الإطار العام لم يكن هناك توافق عربي وما فيش معارضة، عشان بس تبقى فاهم، بمعنى أنه ما حدش اعترض على الطرح الأردني، الناس استمعت. سيادة الأمين العام، صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، هل تم تحديد موعد لعقد القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية؟ ليس بعد. شكرا.
أيمن عامر، بوابة أخبار اليوم. سؤال أول لمعالي أمين العرب، يعني في ظل حديث الجامعة العربية ومطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خرج مؤخرا غوتيرش وقال أن يعني أن سلطته سلطة المساعي الحميدة، وأن مجلس الأمن لا يمثل العالم اليوم، فكيف نفرض الحماية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني؟ وسؤالي الثاني والأخير لمعالي الوزير، ما أجندة مصر لرئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وإشكالية التمثيل الليبي، وأيضا عودة مقعد سوريا يعني؟ وشكرا. أنا حاولت في الكلمة الافتتاحية أن أوضح ما هو تطلع مصر خلال رئاستها للمجلس، وهي بالتأكيد هي استمرار العمل العربي المشترك وتزكية الآليات العمل بما يحقق طموحات الشعوب العربية. بالتأكيد أنه الجماعة العربية هي آلية مهمة على المستوى الإقليمي تضم كافة الدول العربية وتتيح الفرصة للتنسيق والتشاور واتخاذ القرارات التي تتوافق مع الرؤية العربية. لدينا تحديات عديدة ذكرتها، من ضمنها الحفاظ على الدولة الوطنية، العمل على طبعا التعامل مع القضية المركزية، القضية الفلسطينية، والدفع قدما بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تحديات أخرى مرتبطة بإيجاد الحل للأزمة في ليبيا وفقا للحل الليبي الليبي، وبترعى مصر والأمم المتحدة ودول عديدة أخرى لها إسهامها في ذلك، ولكن مع التأكيد على أن يكون الحل ليبي ليبي يتوافق عليه الإخوة في ليبيا. قضية الإرهاب، قضية البيئة، كلها قضايا وتحديات. الأوضاع الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تتولد عنها لدى الدول العربية، وبالتأكيد أنه مواجهتها بالتعاون وبالتنسيق وبالتكامل فيما بين الدول العربية يعزز من قدرة كل منهم على مواجهة هذه التحديات. الإرهاب، فكلما زاد الرؤية المشتركة للدول العربية من خلال الجامعة، وهو الإطار الذي يتم التعبير عنه عن هذه الرؤى، ويتم إقرار الخطوات التي تتخذها الدول العربية في سبيل تحقيق أهدافها وطموحاتها. فسوف نستمر في هذا الجهد من خلال التشاور، من خلال عقد الجولات التشاورية الرسمية والغير رسمية، والإعداد الدورة القادمة بما يتوافق مع الأولويات العربية، والدفاع في المقام الأول عن الأمن القومي العربي ضد أي تدخلات خارجية أو استهداف أو انتقاص من السيادة العربية لتحقيق مصالح أطراف أخرى. حماية الشعب الفلسطيني، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني صدر بها الكثير من القرارات العربية وحتى الدولية، يبقى قرار وحيد إذا اتخذ فسوف تفرض هذه الحماية اسما، وإن كان ليس فعلا إلا مع توافق دولة الاحتلال. ما أقصده هو مجلس الأمن الدولي، إذا مجلس الأمن أقر قرارا تحت الفصل السابع من الميثاق بإنشاء قوة حفظ سلام أو قوة حماية للفلسطينيين تذهب إلى الأراضي المحتلة وتتواجد على الأرض الفلسطينية تحميه من الهجمات الإسرائيلية عليه، فده يكون بداية. البداية الثانية أو الخطوة الثانية هي قبول إسرائيل بهذا الموقف اللي صادر تحت الفصل السابع. حتى الآن لا يبدو أن هذا ممكنا. معرفتي أن القيادة الفلسطينية في الفترة القادمة في خلال الشهرين ثلاثة القادمين تتفاعل مع الجمعية العامة ومع مجلس الأمن بمحاولات مستمرة لتحقيق هذا الهدف. هو في سؤال معالي أمين،
احمد من القناه العربيه. سؤال لمعالي الامين العام وسؤال لمعالي الوزير. معالي الامين العام، يعني تحدثت وكثيرا عن فكره العمل وفق رؤيه عربيه مشتركه. هناك من يرى بان يعني هناك الكثير من الاستقطابات داخل المشهد العربي الحالي، فهل هناك تقييم شامل في مساله يعني احتواء هذه الاستقطابات والوصول الى الكثير من الرؤى المشتركه في الكثير من الملفات التي تحمل اكثر من راي من دوله واخرى؟ سؤال لمعالي الوزير، يمكن برضو النهارده كان المشهد الابرز خلال الجلسه الصباحيه هو ان سيادتك والوفد المصري لم يدخل الى القاعه اثناء كلمه وزيره خارجيه ليبيا، وهذا تكرار ايضا للمشهد الذي حدث في القمه في شهر سبتمبر الماضي. فهل هي رساله مصريه على الرغم من الجهود المصريه فيما يتعلق بالملف الليبي وجمع الفرقاء الليبيين ضد الحكومه المنتهيه ولياتها؟ شكرا. شكرا جزيلا. في الحقيقه دائما نستغل فرصه مجلس الجامعة للالتقاء بالأشقاء وعقد اللقاءات الثنائية في إطار وجود معالي الوزراء هنا في الجامعة، وبالتالي دائما جدول الارتباطات بيكون مشحون، وبنتهز الفرصة للحديث والتشاور مع أشقائي من الوزراء العرب. هذا هو تقليد دائم في الجامعة ونستمر عليه، وأحيانا نتواجد وأحيانا لا نتواجد في القاعة في فترات متباينة. رد على السؤال، يعني معروف عني أن أنا أتحدث دائما بصراحة وبوضوح. الواقع العربي فارض نفسه على الساحة، الجامعة العربية على ساحة الجامعة العربية منذ سنوات، وبالتالي في نقاط مضيئة وفي نقاط لها إيجابيتها وفي نقاط أخرى تعكس أحيانا الأوضاع العربية الحقيقية، لا يستطيع إنسان أن يغيرها إلا صاحب الشأن. وبالتالي التوافق العربي مطلوب، لكن الاعتراف بالواقع الفارض نفسه علينا كعرب أحيانا بيبقى بتحارب ضد التيار وبتحاول انك انت تغير الواقع، لكن احيانا كثيره الظروف بتبقى اقوى من الاماني. لا، في الحقيقة مصر كانت دائما حريصة على إطلاع أشقائها العرب على هذه القضية الوجودية والاهتمام بها وطرحها وشرح أبعادها وإحاطة السادة الوزراء بكل التطورات المرتبطة بالعملية التفاوضية في مراحلها المختلفة. ومنذ أعوام، يمكن سنتين أو ثلاث، منذ أربع أعوام، أربع أعوام. أنا أرصد أنك صحيح تتحدث دائما مع الوزراء في جلسات التشاور على هذا الموضوع. ده صحيح، ولكن كان من الأهمية أن يتم إظهار موقف عربي داعم لدولتي المصب في حقوقهم المائية والحفاظ على هذه الحقوق باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بصفة عامة. وأتت طرح القرارات من هذا المنطلق، وكانت دائما القرارات فيها كثير من الإيجابية بأنها كانت تقر بحقوق إثيوبيا والاقتصادية وأيضا حقوق دولتي المصب، وشرح الأمر في إطار التوصل إلى وسعي والتحفيز للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم ملء وتشغيل سد النهضة. مع التطور الحالي واستمرار المفاوضات لهذا الوقت، فوجدنا من الضروري أن يكون هذا بند دائم على الجدول لحين التوصل إلى الاتفاق، وأن لا يكون فقط على جدول أعمال المجلس ولكن أيضا على جدول أعمال القمة. تصور أن هذا الأمر معني به
بالإضافة إلى شعبي مصر والسودان ما يزيد عن 140 مليون مواطن عربي، فهو أيضا تداعياته وتأثيرها على بقية الدول العربية الشقيقة شيء مقر. والهدف أيضا من القرارات هي إظهار التضامن العربي ووجود رؤية مشتركة تقتضي أن يراعي الجانب الإثيوبي هذا في إطار علاقاته مع الساحة العربية. اللي تؤمر به. هندي سؤالين بس تفضل. نيوز عربية. الاتفاق على عدم إقحام المشكلات الثنائية العربية على طاولة اجتماعات مجلس الجامعة في المستقبل، يعني ربما تحتاج هذه العبارة مزيد من التوضيح، يعني هل نفهم من ذلك أن الجامعة لن تتدخل بأي شكل في معالجة أو لعب دور في يعني التصدي ل أو إيجاد حلحلة للأزمات الثنائية العربية؟ ما دار حوله النقاش في هذه النقطة تحديدا هو التفكير بصوت عالي بين الوزراء أنه لا ينبغي أن نقحم على الجامعة العربية على المجلس الوزاري قضايا تستطيع الأطراف ثنائيا أن تحسمها أو أن تجد حلا لها، لأنه هذا بيحمل المجلس الوزاري بعبء التدخل، ولا ينبغي إذا كان الأمر متاح للأطراف أنها تحل، وأيضا بيأخذ من وقت المجلس الوزاري. وفي كل الأحوال هو نقاش وليس قرار، بمعنى لم يصدر قرار بهذا المعنى، هو نقاش أصار البعض وأيده أنه ينبغي أن عندما نتصرف في مشكلات ثنائية لا نسرع بطرحها على مجلس الجامعة قبل استنفاذ كل الوسائل الثنائية فيما بين الأطراف وبعضها البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. العزب الطيب الطاهر الأهرام العربي، سعادة الأمين أشرت في كلماتك إلى مسألة استراتيجية الأمن الغذائي العربي التي أقرت في قمة الجزائر أخيرا، هل وضعت آليات تنفيذية لهذه الاستراتيجية على نحو يحقق أو يسهم في حل أزمات الغذاء في العالم العربي؟ وهي قضية خطيرة تمس المواطن العربي البسيط بل كل المواطنين العرب. سؤال سعادة الوزير فيما يتعلق بقرارات الجامعة العربية والموقف من سد النهضة، إلى أي مدى يمكن تشكل ضغطا على أثيوبيا لمحاولة حلحلة موقفها المتعنف فيما يتعلق بالتعامل مع السد سلميا وقانونيا وفق قرارات الشرعية الدولية وفق اتفاقيات الموقعة بين البلدين بين البلدان الثلاث؟ شكرا. عودة إلى موضوع سد النهضة، فصدور القرار بالإجماع وبالتوافق وما احتواه من دعوة الجانب الإثيوبي للتفاعل الإيجابي وإبداء المرونة وهذا التقدير، لأن هذه قضية متصلة بالأمن القومي العربي بصفة عامة وليست فقط قضية متصلة بأي من دولتي المصاب. أتصور أنه لابد أن يأخذ الجانب الإثيوبي علما ويقدر بأن هناك رؤية مشتركة ل 22 دولة، دول لها علاقات ولها مصالح ثنائية مع إثيوبيا ويجب أن تحافظ عليها، ولكن هذا الحفاظ على هذه العلاقات وتنميتها ربما يكون متأثر بهذه القضية وإلى أي مدى نستطيع أن نحسمها لصالح العدالة التي ندعو إليها بدون أي نوع من الإثقال أو تقييد من حقوق إثيوبيا، ولكن على إثيوبيا أن تراعي الحقوق العربية أيضا وفقا للقانون الدولي وفقا للممارسات الدولية العديدة. أما ما يطرح من وجود سيادة مطلقة على مورد مائي عابر للحدود الدولية أمر مستغرب وليس له سند في القانون الدولي ولا يقر أحد، وهذا هو مربط الفرس، أنه إذا كانت
هناك افتقار للإرادة السياسية والتشبث بالتصرف الإحادي، يبقى بالتأكيد أنه ده هيقود إلى مزيد من التوتر وعدم التفاعل الإيجابي فيما بين الدول المتأثرة بهذا السد. فيما يتعلق بالقرارات القمة، هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي بيتناول حاليا التنفيذ الإجراءات التنفيذية لأي أفكار وطروحات جاءت في قرارات القمة. المنظمات أو الوكالات العربية المتخصصة، المجالس الوزارية المتخصصة بتتفاعل مع هذا الموضوع، لكن بكل الأمانة لم يصلني حتى الآن إجراءات تنفيذ أي من هذه الأطروحات، لكن حتيجي بالتأكيد حتيجي. يلا، شكرا. آسف الوزير.